اهلا بحضراتكم من جديد. نورني وشرفني الكاتب الصحفي والناقد الرياضي والمشرف العام على قسم الرياضه بجريده اخبار اليوم النجم الكبير الاستاذ جمال الزهيري. نور الدنيا. اهلا بيك يا كابتن. عامل ايه؟ والله الحمد لله كله تمام. احنا كنا متفقين على تايتل صغير كده. لا ازاي بقى، انت وسعت، لازم ادي لك التايتل كله. ربنا يخليك، نور الدنيا. شكرا كابتن. صحتك طيب وانت طيب كده. عايز نبدا منين؟ اللي يعجبك. انت النجم. لا انا معاك وسايب نفسي يعني اللي حضرتك شايفه. اخد برضو يعني لما بيبقى معايا ناقد رياضي وكاتب صحفي بكلمه حضرتك برضو احب اخد رايه في اهلي بشكله العام. حضرتك شفته ازاي او كتبت عنه ايه؟ والله بص، انا شايف انه الاهلي على مدار ثلاث مواسم، هقول بقى على مدار المواسم كلها. أوكي. الاهلي بيحقق افضل نتائج في الفرق المصريه، وده بالورقه والقلم. اوكي. اللي انا بس ملاحظه انه في هجوم شديد جدا كان على كابتن حسام البدري. حتى وهو بيكسب، حتى وهو بيحقق انتصارات، دايما بيتهاجم. من مين؟ من ناس يعني بيطلعوا وقت ما يبقى، حتى لو فرقه النادي الاهلي بتقدم احلى كوره، الهجوم مستمر. ظهر بقى في الفتره الاخيره يمكن بعد الاخفاق او الخساره امام الزمالك في الدوري، وثم اسيوطي بعد كده الاسيوطي والخروج من الكاس. بقى فيه هجوم واضح ان هو يعني فيه اغراض. انا ما بقولش طبعا انه مجلس اداره الاهلي له حريه القرار 100%. والاهلي دائما معودنا على انه بيختار وفق معايير موضوعيه بالظبط، مش فلان بحبه، مش اهواء. ولذلك التقييم حتى لفتره حسام البدري هتكون موضوعيه جدا بالورقه والقلم. لو مجلس الاداره ولجنه الكوره شايفين استمرار حسام، بصرف النظر عن النتائج الاخيره يعني، لو شايفين ان حسام مفروض يستمر لمصلحه فرقه الكوره او لمصلحه النادي الاهلي فهيستمر. تمام. لو شايفين رؤيه اخرى اكيد هياخدوا القرار برضو الملائم. بالظبط. واخد بالك يعني؟ بالزبط. احنا متعودين يا كابتن ميدو على ان النادي الاهلي ما عندوش سرعه رد الفعل في القرارات. بالظبط. وعنده سرعه رد الفعل في الملعب. بالظبط. يعني بالزبط. ممكن في الملعب دي موجوده. بالظبط. انما في القرارات انا يعني طول عمري، ويعني انا بقالي 30 سنه مثلا في المجال ده، ما شفتش ابدا النادي الاهلي بياخد قرارات انفعاليه. يعني حتى في وسط دائما الناس، الجمهور والناس العاديين في الشارع ممكن يبقى لهم وجهه نظر. مجلس اداره الاهلي لا يضع هذه الوجهات نظر في اعتباره. يعني هو ممكن بيكون اللي يهمه انه الجمهور مبسوط. هو ده دور مجلس الإدارة. عشان نخلي الكلام تمام، هو بيضع وجهات النظر في اعتبار لكن في الوقت المناسب. بالظبط. بياخد منها الشيء اللي ينفع وبياخد القرار في الوقت المناسب. تمام. وهو ده أنا بقول إنه سر أو سبب الانتصارات المتتالية والبطولات العديدة للنادي الأهلي. تمام. ولما النادي الأهلي يكون واخد الدوري بهذا الفارق هذا الموسم بينه وبين أقرب المنافسين، فرق من النقاط يصل يمكن 20 نقطة بالزبط مثلا. بالظبط. نقول انه يبقى اداء النادي الاهلي ماشي على الطريق الصحيح. تمام. مش بالضرورة انه الاهلي ياخد كل البطولات. لانه 100% في اسباب ممكن تجد على الفريق تؤدي الى تعطيله. استحالة فريق ياخد كل البطولات مع ان الاهلي ساعات بيعمل كده، بس يعني ما هو الاهلي بيعمل كده بس في سنة. بس نقدر نقول انه يعني ده ما يبقاش سيف بقى مسلط على ابناء النادي الاهلي. فنقدر نقول النادي الاهلي ادى اداء جيد جدا مرضي لجماهيره. صحيح الخروج من الكاس كان له تاثير برضه سلبي على الناس، لكن لان الاهلي معود جماهيره على الانتصارات والبطولات. طب يعني شايف ان في ناس زعلانه والاهلاويه مثلا، مش عشان خروج، مش عشان الهزيمه من الزمالك، الاداء قلقانين مثلا شويه من الاداء، من شكل اللعيبه، من روح اللعيبه، ولا هم مستعجلين، ولا هم زي ما حضرتك قلت الاهلي فرض
على الكل ان هو بياخد كل البطولات، فبقى حق مشروع لجماهير النادي الاهلي ان هو لازم ياخد كل البطولات. ان هو الاهلي لا يقبل الا التتويج. يعني دائما اي بطوله الاهلي بيخشها ما عندوش رفاهيه ان هو يخسر. يعني الجمهور جمهور ما عندوش الاوبشن ده. ما عندوش الاوبشن ده. جمهور الاهلي دائما يتطلع الى البطوله. تمام. ويمكن ده بيحط برضو لعيبه الاهلي دايما في 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 موقع المسؤوليه. يعني دائما عندهم المسؤوليه اللي بتخليهم عاوزين يحققوا الامل والحلم الجماهيري. وهتيجي بقى تشوف عبر تاريخ البطولات وعبر تاريخ النادي الاهلي هتلاقي لعيبه الاهلي على مدار الاجيال ناجحين في ده. يعني ما تقدرش تقول انه الاهلي فشل في تحقيق هذه المعادله. لا، الاهلي على مدار التاريخ قدر ان هو فعلا يبقى على قدر، بدليل يعني انه 40 بطوله دوري عام. لا ما شاء الله. لا يعني بطولات، يعني مش هنقعد نعد لان خالص هنتعب يعني. يعني بالزبط. لكن هو فعلا واخد يعني على قدر اهميته، هو محقق بطولات ضخمه جدا يعني. لكن يعني ما فيش قلق. لا، في قلق شويه على الاداء يعني. يعني انا في مباراه الاهلي والزمالك، خلي بالك احنا ما اتكلمناش عن الغيابات خالص والاصابات والكلام ده كله. لا، ما انا بقول ان دي ظروف مستجده. تمام. ممكن اولا نحط في الاعتبار كمان الارهاق والغيابات الكتيره اللي موجوده. برضو الاعارات، الناس اللي مش موجوده دول تزامنوا مع وجود غيابات. تمام. وجود اصابات. تمام. فبالتالي بقى في خلل في الاداء. هذا الخلل في الاداء متوقع وطبيعي بالنظر الى العوامل اللي موجوده. يعني ده اللي نقدر نقوله في الجزئيه دي. هو طبعا يعني باكد على كلام حضرتك ان هو حتى لو النادي الاهلي مكتمل الصفوف وكل نجومه فيه، طبيعي جدا ان هو يخسر ويطلع من البطوله. طبيعي. ما احنا عايزين نقول انها مش نهايه العالم. بالظبط. يعني ظاهره صحيه عادي. بالظبط. والاهلي على فكره كان في مباراه الزمالك رغم أدائه اللي احنا مش راضيين عنه بنسبه كبيره يعني، انما الاهلي كان قادر ان هو يرجع. بالظبط. وفي فرص ضاعت منه، وفي العارضه، وفي حاجات كتيره جدا، وفي اخطاء تحكيميه. وفي اخطاء تحكيميه كان ممكن جدا الاهلي يعوض. بالظبط. في مباراه الاسيوطي، الاسيوطي راح بالكورة. الاسيوطي نازل عنده هدف واحد بيلعب عليه، ان هو اللي هو عمله ان هو يعطل لك اللي هو عمله. بالظبط. هو يعطل اللعب تماما ويكسب بلعبه. بالظبط. وهو ده اللي قدر يعمله. على الخطأ. الضغوط الملقاه على لعيبه الاسيوطي، مع كل الاحترام لازم نشيد باداء الاسيوطي على مدار الموسم اكيد، ولازم نشيد بعلي ماهر. انا شدت بيه قبل ما حضرتك. يعني بس براحتك برضه. لا، اصل هو الحقيقه لازم يتشاد بيه. هو عامل موسم هايل. دي حقيقة يعني. دي حقيقة. وانا كنت بتمنى ان هو يوصل كمان اكتر. دي حقيقة. وهو يعتبر وصل للنهائي لانه خرج بركلة جزاء ترجيحية. يعني مش يعني مش خرج ان هو اداء وحش ولا لا، يعني لعيبته ملتزمة وادوا بشكل كويس. تمام. يعني ده كان هدف الاسيوطي اللي احرزه عمر كمال في النادي الاهلي في الشناوي. عايز اقول لحضرتك ان الزمالك والاسماعيلي والاسيوطي وسموحه دول كانوا الاربع فرق المتاهلين لدور قبل النهائي، وان شاء الله النهائي يبقى بين الزمالك وسموحه. الزمالك كان مع الاسماعيلي، والزمالك كسب 4 اهداف مقابل هدف، ودي كانت نتيجه مش متوقعه شويه، لكن نادي الزمالك اقنع الجميع بصراحه لعبا واهدافا. لا، الاداء ما نقدرش نقول عليه حاجه. ويعني اقدر اقول انه الزمالك رجع. رجع، ويمكن ده اللي بيزعل جمهور الاهلي شويه. رجع على اكتاف الاهلي، او رجع بسبب فوزه على الاهلي. يعني فوز الزمالك على الاهلي اداله دفعه معنويه كبيره جدا، خليته ياخد ثقه في نفسه. يعني لعيبه الزمالك خدوا ثقه كبيره في انفسهم من مكسب الاهلي. من مكسب الاهلي. لانه يعني لدرجه حتى انه رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى طلع قال انه الاهلي بطل الدوري، وانا كسبت بطل الدوري يبقى انا بطل الدوري. لان هو فعلا بتعبر عن، هو بيقول انه عملت مفعول السحر في في ال
ايوه ما مش ده اللي اتقال وده الواقع. انا اول مره اسمعها بجد. ايوه والله اصل لو عملنا كده يبقى الموضوع كبير جدا. لا 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 لا. يعني احنا مثلا كسبنا ايطاليا انا باخد منها لا كاس العالم الكرات وايطاليا بطلت كاس العالم يبقى احنا خدنا كاس العالم. انا باخد المعنى دخلنا في مدار كتير. انا باخد اللي هو المعنى انه دفعه معنويه ضخمه جدا ان أكيد. الزمالك رغم اداؤه طول الموسم اداء متراجع واداء سيء جدا مش ما بنجيبش حاجه من عندنا بس مش معنى كده ان هم بقى لا طبعا لا هي وجهه نظر يعني رئيس النادي. طب ما احنا كسبنا الزمالك في اليد امبارح وهم كسبونا في السوبر يبقى احنا كده ابطال السوبر. لا طبعا لا لكن هي كانت مباراه بالنسبه للزمالك هي اللي رجعت الزمالك تاني ادت ثقه للعيبه. هو خالد جلال لعب على الحته دي على حته مباراه الاهلي ان هي كل حاجه بالنسبه لعيبه الزمالك بالظبط. عشان كده انا كنت وهي على فكره كانت هي كل حاجه بالنسبه للزمالك دي حقيقه لانه الدوري الزمالك متراجع جدا وفي المركز الرابع دي حقيقه فلازم يبقى عنده حاجه بيلعب عليها ده عنده حاجات عنده بالزبط. حاجات كتير بالظبط ومع ذلك كان الاهلي في ايده ان هو يعود للمباراه ولكن لم يكن هناك التوفيق. ما هو برضه نقطه التوفيق دي يا كابتن ميدو مهمه جدا اكيد ده اهم حاجه لان ممكن جدا الفرقه تعمل كل ده اهم حاجه في الكوره وعلى فكره خالد جلال في مبارياته الاخيره كلها بيلعب بنفس الاسلوب اللي هو الضغط في الثلث ساعه الاولانيه لتحقيق اي نتيجه فوز مثلا او تقدم بهدف او بهدفين وعمل كده مع الاسماعيلي. طب هو الزمالك كان محتاج حاجه معنويه ولا كان محتاج مدرب في لا طبعا محتاج مع حاجه معنويه اكتر من المدرب طبعا اصل هو المدرب برضو كابتن ميدو يعني اللعيبه مش مجرد مكان بينزل يشتغل لازم يتشحنوا معنويا ويعطوا الثقه يعني اما تبقى انت عندك لعيبه الزمالك ما هم لعيبه كويسين جدا طول عمر الزمالك عنده لعيبه كويسه الزمالك على مدار المواسم الاخيره طول عمره عنده لعيبه كويسه بيختار لعيبه كويسه لكن بيجوا الفتره اللي فاتت كلها كل النجوم اللي انضموا لنادي الزمالك يعني كاسونجو هل كاسونجو ده مش هو بتاع الاتحاد مش هو اولا مش هو بتاع الاتحاد ومش هو بتاع الزمالك يعني الفتره اللي ابتدى يظهر بالزبط. في الماتشين ثلاثه الاخرانيين قبل كده طول الموسم ما فيش يعني ما بيديش حاجه يعني. والزمالك بيبقى كده عشان دايما ببص نادي الاهلي يعني دايما ببص للنادي الاهلي دايما حاطط الاهلي في دماغه والله بص هو لما كسب النادي الاهلي مثلا لا انا اقدر اقولها لك بطريقه تانية هو الاهلي اللي ما بيبصش لحد لا ما الاهلي مفهوم ما جبت سيره الاهلي يعني هو الاهلي لا الاهلي مثلا ما تيجي تشوفه في الدور الاول للدوري كان له مباريات كتيره مؤجله بسبب المباراه ما بصش لحد ومشي ما بصش لحد والاسماعيلي ماشي ومتقدم وهو المتصدر الدوري و و و بمجرد ان الاهلي رجع للبطولة وابتدى يلعب ماتشاته المؤجلة لقينا الفرق فجأة بقى ضخم بين الأهلي والإسماعيلي يعني فعلا. الأهلي والإسماعيلي الفرق بقى واضح جدا في كل الأرقام في عدد مرات الفوز في عدد الأهداف في عدد النقاط كل الأرقام كانت بتقول إن الأهلي فارق بشكل كبير وده يدينا برضو يا كابتن ميدو يعني مع احترامي للإسماعيلي يديني الاسماعيلي السنه دي افضل من المواسم اللي فاتت. كنت متوقع النتيجه يا استاذ جمال؟ اللي ايه؟ 4-1؟ لا خالص خالص يعني ما كنتش متوقع ان الاسماعيلي يؤدي يعني انا شايف ان هو الاداء بتاع الاسماعيلي انا ما شفتوش في اي مباراه للاسماعيلي هذا الموسم. عشان الاسماعيلي ما اتضغطش عليه كده في هو اتضغط عليه جامد جدا وقدر خالد جلال ولاعيبه الزمالك يحرزوا هدفين برضه في تلت ساعه فده فرض على لعيبه الاسماعيلي شكل مختلف. طب استاذنك نلحق كابتن ميمي عبد الرزق قبل ما ينام. كابتن ميمي الف الف مبروك. كابتن ميمي عامل ايه يا كابتن؟ الف مبروك حبيبي واخويا ونشرة عمر انت عارف. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك قرايب برضه بس من بعيد قرايب طبعا على دماغي يا كابتن والله معايا الاستاذ جمال الزهيري اتفضل الاستاذ جمال الزهيري طبعا يا سيدي مبروك يا دكتور والله اشرف عمر يعني مبروك يا دكتور على الاداء بس الناس النهارده كانت متابعه الرياكشنز بتاعتك لا بتاعت لا انا اقول لك على حاجه بقى والله العظيم يعمل لك كليب يعني انا كنت عايز اجي لك يا كابتن ميمي في ضربات الجزاء اقول لك لا مش كده استاذ جمال نعم يا فندم انا قبل كده ضربات جزاء مع النادي الاهلي بالظبط كاس الاتحاد سنه 90
كان مرحوم ثابت البطل. أيوة. وكان إين الله يرحمه. وكان عندي لعيب اسمه وليد فتحي دخل حد البلنتي نمرة 5. أقسم بالله العظيم أستاذ جمال أنا شايف كل ضربات الجزاء. بس أنا بقعد زي ما أنت عارف كل مدرب ليه حاجات. أيوة. فأنا بقعد يعني خلاص بقعد على الدكة بتفرج يعني ده دليل حمدي زكي أول بلنتي عاملها تشيب انا شايفها. والله يا دكتور احسن رياكشن شفته للمدرب. الانفعال يا كابتن استاذ جمال. الانفعال لان الكلام ده قاعدين ايه الناس واقفه ترخيرها الانفعال لا مؤاخذه مش هندق لبانه وانا قاعد متحمل مسؤوليه كده. لا 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 خالص. لا بالعكس ده انا بقول لك احسن رد فعل. لا لا بقول لك يا كابتن ميمي احنا كلنا كان والله العظيم كان انا كان قلبي انا خايف عليك احسن حاجه والله بجد الرياكشن بتاعك يعني انا خايف يحصل حاجه. احنا بنعرض الرياكشن دلوقتي لو حضرتك شايف. اتفضل انت بتكلمني دلوقتي اهو خد بالك لان هم دلوقتي في حاجه النغمه الجديده خد بالك. انا هقول لك على حاجه انا هعمل كوميسيون طبي واجيب كل حاجه سليم. ما انت بص مش طلعوا اي حاجه مش انتوا تلاقيني طلعوا اي حاجه اقول لك ايه اصلي العمليه مش عارف ايه الاعصاب اعصاب ايه. طب انا بتكلم دلوقتي مع كابتن ميدو اهو استاذ جمال الزهيري زي الفل بقول لك الخمس بلنتي الخمس بلنتي في حاجه عشان تتحمل المسؤوليه عايش بكل جوانحي ومسؤوليه ثقيله. صحيح صحيح. الممثل لما بيطلع الجمله يقول لك ايه تقمص الشخصيه. بالظبط. انا بتقمص الشخصيه بضربات الجزاء. بالظبط. اعمل ايه ربنا بيكرم الحمد لله. لا وربنا وفقك والله الف مبروك. استاهل استاهل الماتش يا استاذ جمال. استاهل من خلال المباراه. صح. كنا احسن انا تكتيكيا وفنيا كنا احسن بصراحه النهارده. كنت احسن يا كابتن ميمي وكمان انت بتلعب خصم تقيل ومعاه مدرب كمان تقيل وحضرتك طبعا مش هتكلم عن حضرتك لان شهادتي مجروحه فيك لكن بتلعب بالظبط فن سموحه. طب وكده مين اللي هيمسك سموحه بقى؟ مدير فني سموحه القادم علي. ايوه كده حضرتك اللي هتبقى في سموحه ولا كابتن علي؟ والله يا استاذ جمال انا بخلص. انت عارف انا ارتبطت بسموحه انت لغايه نهايه الكاس. وكل وقت كان بيطلب مني. انا بيطلب مني بالبشمهندس فرج الحمد لله لان كان مطلوب مني ما كنتش برفض. وانت معاشرني من زمان. انت طول عمرك كده. ما انا كان لسه معاك كابتن فتحي مبروك كابتن ميمي. اكيد طبعا. حتى ميدو 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 مصعد اندي من الدرجه الاولى. راح كان وكنت بتمنى اجيبه المصري وبجيبه في اي حته. ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك. هو له علاقه معايا مع دمياط. اكيد. ان يعني قريبه دكتور زميل. اكيد اكيد. فانا بصراحه خلصت بعمل اللي عليا بما يرضي الله. وفي حاجه النهارده لما انت بتشتغل بضمير وعارف ان في مدرب جاي انا ممكن اكبر دماغي. بس لا لو بتشتغل وبتشتغل بضمير الناس كلها شايفه قد ايه انت كنت عايش ضربات الجزاء دي كلها يعني مقدره. الناس كلها مقدره. الراجل وصل نهائي كاس مصر فعلا. ومش فعلا. بعيد ان شاء الله ياخد. وقبل كده والله نتائجه على طول لما بيمسك فرقه سموحه بيبقى اداء حلو ونتائج جيده جدا يعني. والله كابتن ميمي كان معايا كابتن فتحي مبروك قبل ما الاستاذ جمال الزهيري يشرفني وبرده نفس الدور الاهلي بيطلبه في اي وقت الراجل بيكون على قد المسؤوليه زي حضرتك تماما في سموحه. المهندس فرج عامل بيطلبك في اي وقت بتكون على قد المسؤوليه ومسؤوليه كبيره كمان وبتكون قدها. ما شاء الله يعني بصراحه. صحيح. والله يا كابتن ميمي انا اقول لك على حاجه برده قناه الاهلي مش انت فيها خلي بالك انا بحترم هذه القناه وبحترم النادي الاهلي بكلمات بامانه القيم والمبادئ والله ليس ريع. ربنا يخليك. برضه دخلت قبل كده الكابتن ماهر همام فالحمد لله بتدوا للناس حقها. انما انا بقول لك الحمد لله كابتن ميدو الحته دي لما بتبقى قاعد يعني انت عايش اللي انت مجهودك بيروح مثلا زي ما انت بتقول لان النهارده انا عارف حسيت بايه ان ربنا هيديني لان في الماتش كنت كويس. بالظبط. عارف لو في الماتش كنت وحش كان ممكن ربنا ما يدينيش. بس انا اللي كنت راكب الجيم كتير الحمد لله. بالظبط بالظبط. احساسك ايه يا كابتن ميمي؟ انا عارف ان سالت السؤال ده كتير جدا لكن احساسك ايه لما دخل فيك او احتسبت ضدك ضربه جزاء؟ والله حسيت وخلاص والماتش بيلفظ انفاذه الاخير في الدقيقه 91. بالظبط. في الدقيقه 91 الاربع دقائق. وبعدين حتى انا تغييراتي والله العظيم كابتن ميدو يعني ناصر ماهر اللي ما حدش بيعرفه بيلعب هو تعبان. ناصر ماهر كان تعبان مريحه الماتش اللي فات والنهارده انا عامل السيناريو. الناس زي استاذ جمال بيقول لك كابتن ميدو كنت لعيب كوره. الكوره دي لعبه احتمالات. انت مخرج بتعمل السيناريو بتاع 90 دقيقه. صحيح. امتى كذا دلوقتي كذا لعيب هيقل معاك لعيب ممكن ما يقلش لعيب ممكن يعلى. وبعدين في حاجه كابتن ميدو احنا جهاز فني انا والكابتن علاء عبد الغني معايا والكابتن عبد العال ولا معايا مدرب احمال فالحمد لله بننفذ
النهارده تجري في ماتشين اكسترا تايم في ست ايام. ايه الاوراق اللي عندك بقى للماتش النهائي؟ النهائي بقى اخباره ايه يا كابتن؟ الزمالك فرقه قويه. انت عارف يا استاذ جمال، اول ما الاهلي خرج الناس كلها طمعت في الكاس، لان الفرقتين عقبه لاي حد على مستوى مصر. صحيح. زي الكره المصريه. لازم نقر بذلك ونعترف بذلك. تمام؟ يعني النهارده لما انا لعبت الاهلي يوم مباراه 3-0 بتاعت باسيرو، انا قلت للعيبه في الاوضه، قلت لهم ال 90 مليون بيقولوا نتغلب. واحد واحد بس ممكن يقول نكسب، اعملوا انت الواحد. فيومها كسبت 3-0. انا فاكر انا حضرتك دخلت معايا في حوار وقلت لي فعلا الجمله بتاعت حضرتك دي حاجه كانت محفزه جدا للعيبه. فانت بقى في حاجه بتلعب الزمالك تيم كبير، تيم قوي، بل بالعكس لازم اشتغل ضغوط حتى بقى نفسيه بقى كاستاذ في الجامعه، هشتغل ضغوط من اللعيبه، انزلوا متعوني، اتمتعوا ما تتأيدوش، اتمتع في نظام الخطه اللي احنا عاملينها. ومباراه لعيبه كمان يا كابتن ميمي، مباراه لعيبه بدون جماهير اساسا كمان. تمام. وخلي بالك يعني اللي مشيت اكتر مني الزمالك. عاوز بطوله وعاوز يعمل، فهتلقى برضه في اشارات عصبيه، حركات زياده، انما انا الحمد لله قعدت فريقي كويس جدا وربنا يوفق الاحسن. ما هي فرقه قويه. بس احنا كمان فرقه قويه الحمد لله. طبعا فرقه قويه جدا. انت في نهائي كاس مصر يا كابتن ميمي محقق نتائج ولا اروع في الدوري العام. لكن النهارده بلاعب عيال صغيره النهارده، يعني اسلام صالح ده ما كانش بيلعب. بالظبط بالظبط. ابراهيم عبد القوي النهارده بيلعب. الحمد لله يا كابتن ميمي. يعني كابتن ميمي حضرتك قلت لك علي ماهر رديت عليا رد بصراحه، يعني انا وجع لي قلبي بصراحه شويه. قلت لي المدير الفني اللي جاي لسموحه. يعني شايف الموضوع ازاي؟ انا كميم عبد الرازق اقول لك على حاجه كده. موقف صعب. كمال الزهيري. ايوه. ده العقد شريعه المتعاقدين. النادي سموحه متفق مع الكابتن علي ماهر. انا النهارده بصراحه كابتن علي قبل الماتش سلم عليا واجا شكرني، لان انا كمان كنت بشكر فيه بحق ربنا. هو والكابتن حسام حسن والكابتن حسام البدري. كل المدربين طبعا اكفاء على مستوى جمهوريه مصر العربيه، بس انا ايه كنت بشكر فيهم بصراحه بامانه. يعني الراجل الاسيوطي فعمل برضه شغل 41 بونت. هو جاي النهارده قال لي ايه؟ انا بشكرك لان كان في خلاف بينا في المباراه بتاعت الاسيوطي في الاسيوطي كانت 0-0. خلاص؟ كنا مشدودين شويه. الراجل النهارده شكرني بعد المباراه بصراحه، جالي عند اوضه اللبس وقال له مبروك، قلت له ربنا يوفقك واي حاجه تعوزها من سموحه او اي حاجه انت اخ ليا صغير، انا تحت امرك في اي حاجه. طالما بالنسبه لك تعوزها ده حاجه جميله. انما الاحترام هو متعاقد. بس انا في حاجه اللي انت بتقولها، يعني كان الواحد بقى ايه لو نفسيته وحشه او الكلام ده يقول لك يا اخي لا 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 ليه وتعمل انت ليه؟ عشان كده ربنا بيكرمك يا كابتن ميمي بصرف النظر عن مجهودك وبصرف النظر عن يعني اجتهادك التدريبي، ربنا بيكرمك عشان قلبك الطيب ده. دي حقيقه وكل وانت الناس مستمر بقى في قطاع الناشئين. احنا جهاز ثلاث انفار تبص الجهاز، ومعانا الكابتن عاطف حنفي راجل محترم بصراحه بيدعمنا كل الدعم. والباش مهندس. فانا الحمد لله كابتن ميدو بعمل اللي عليا، اخلص الموسم يبص الجمال قال وباذن الله ربنا اقعد مع الباش مهندس واشوف الوضع ايه. الحمد لله. وهتستمر كقطاع الناشئين بقى يا كابتن ولا والله يا كابتن والله لم ابلغ استاذ جمال لم ابلغ لا لا انا ببلغ حضرتك اكيد. هو المهندس فرج عامر اكيد راجل بيقدر كل الرجاله اللي بتعبوا في المهندس فرج مش هينسى. خلي بالك من ضمن الناس اللي اعطونا الفرصه. خلي بالك اكيد بالظبط. يعني هو في ايده يجيب احسن مدربين على مستوى العالم. انما دي حاجه تدلك لا، وهو الراجل بيثق في حضرتك. اكيد اكيد عنده ثقه فيا، واحنا اصحاب اصلا. وعنده ثقه والحمد لله انا قد الثقه. انما انا بصراحه بما يرضي الراجل متفق معايا لنهايه الموسم بصراحه. اكيد عشان كده اما يجي الكابتن علي ماهر ده حق من حقوقه، خدت بالك؟ نعم. يعني 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 كابتن ميمي مباراه الكاس اكيد طبعا حضرتك اللي هتديرها فنيا. علاء عبد الغني مكمل ولا رايح الاسيوطي؟ لا علاء مكمل معايا لاخر يوم. بعد كده راح الاسيوطي مع كابتن سامي الشيكلي. راح الاسيوطي مع كابتن سامي الشيكلي، لكن مباراه النهائي حضرتك هتديرها فنيا كامله. انا فنيا انا والجهاز بتاعي علاء عبد الغني ومحمد عبد العال. ان شاء الله بارك لك كابتن ميمي باذن الله.
الله يخليك كابتن ميدو، انت انت قداوي وجود وراجل مخلص جدا ودايما على قدر المسؤوليه ودايما رجل مواقف، يعني كل الشكر ليك والف الف مبروك ليك وللمهندس فرج عامر ولكل سموحه ولكل محبيه. اشكر قناه النادي الاهلي المحترمه. ده حقك يا كابتن، اقل من حقك كمان. كابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق سموحه، شكرا جدا ليك. موقف لا ده ما لا يعني هو بيدير المباراه في موقف صعب جدا قوي بجد قوي. يعني طبعا كابتن علي ماهر نتمنى له التوفيق مع علي علي عمل مع علي عمل في الموسم الجديد، اقنع الناس كلها زي ما حضرتك. لكن فعلا كابتن ميمي عبد الرازق من جواه حلو قوي، يعني يعني شخصيه محترمه. فبنتمنى له التوفيق في اي مكان هو فيه، يعني دي ضربه الجزاء، وهو جاهز في اي وقت يعني انه يتولى المسؤوليه مره اخرى يعني. بس انا بقول لك الرياكشن والله عاجبني جدا يا كابتن ميدو. انا تركيزي كان على كابتن ميمي، يعني يعني اثناء كلنا كلنا وهو قال لك انا خلاص عملت اللي عليا بقى، الكره في اقدام اللاعبين. ده في رياكشن اقوى من ده كمان، ده في رياكشن اقوى على الصدر. يعني الحقوني هو بص ده هو مش عايز يتفرج على شخصيه في منتهى الجمال يا جماعه. الكابتن ميمي عبد الرازق اللي ما يعرفوش كمان محترم، كمان حاجه جميله جدا وقلب ابيض جدا وحاجه حلوه قوي. يعني بقول لك انا الف مبروك له والله. يعني لما بقول له انت كسبت علي ماهر، انا مش انا والله ما في دماغي. انا بقول له عشان علي ماهر عامل موسم كويس في الدوري، قال لي كسبت المدير الفني اللي جاي لسموحه. يعني علي ماهر اللي جاي لسموحه ان شاء الله. فحاجه جميله قوي، ربنا يوفقه عموما في اي مكان اخر او في سموحه برضو مع الناشئين، يعني يا رب يا رب يا رب. هو برضو اعتقد ان هو يفضل في سموحه في قطاعات ناشئين. اعتقد المهندس فرج عامر، هو المهندس فرج عامر انا بعتقد ان هو مش ما بيقدرش يستغنى عن هذا الرجل، وجود دكتور ميمي عبد الرازق، لان هو راجل بتاع شغل ودي مهمه قوي على فكره، مخلص ومريحه بالظبط لاي رئيس نادي بالظبط. يعني زي ما حضرتك قلت كده كابتن ميدو، مثلا في النادي الاهلي كابتن فتحي مبروك مفيش مره الطلب الا انا قلت له مفيش مره فكرت قال لي ابدا. لا انا وبعدين على فكره بقى، يعني احنا كصحفيين التعامل مع كابتن فتحي مبروك، مش عشان هو كان قاعد على الكرسي ده قبلي، التعامل معاه غايه الروعه. يعني انا اذكر كنا السنه اللي فاتت معاه في السنه اللي فاتت تقريبا، محترم جدا، كنا في محترم في تونس، عايزين نقعد معاه يتفضلوا، عايزين يتفضل. يعني راجل اولا لان هو في مجال الاعلام وبني ادم كويس جدا الكابتن فتحي الحقيقه. يعني يعني كان في اسئله كتيره كنت عايز اسالها للكابتن ميمي، بس هتدخلنا في حاجات كده، فانا بصراحه امتنعت عنها. يعني؟ لا كفايه الاسئله اللي سالتها. لا انت كان عندك اسئله في حاجات كتير والله، بس يعني علي بقى والاستاذ والكابتن ميمي في احراج شويه يعني. مباراه لا احنا بنتمنى التوفيق لكابتن علي ماهر فعلا، لانه هذا الموسم هقول ان هو من افضل المدربين. يعني يعني نقدر نقول معاه خالد جلال كمان، يعني خالد جلال في الفتره الاخيره، لكن علي ماهر طول الموسم هو افضل المدربين. علي انا هنا بعد الكابتن حسام البدري، عشان الناس بتنسى ان حسام البدري عامل موسم برضو كويس مع النادي الاهلي. اكيد علي كمان عمل حاجه كبيره قوي مع الاسيوطي. طبعا لانه بيشتغل مع نادي، و برضه النادي ده جديد على دوري الاضواء، فمحتاج ثقه ومحتاج ان هو يثبت اقدام هذا الفريق، ومؤدي مباريات كويسه جدا طول الموسم يعني. طيب قبل ما اسالك على حظوظ السموحه والزمالك في نهائي الكاس، عايز اقول لك الاهلي مع بطل اوغندا كامبالا سيتي. بص انا يعني يعني طبعا مباراه الترجي، النادي الاهلي كان بلغه الكره راكب الجيم. مفيش توفيق، ما قدرش ان هو ينهي المباراه بالفوز، بس برضو انا عايز اقول فريق الترجي كان جاي المره دي اتعلم من درس السنه اللي فاتت. لو تفتكر انه جه هنا كان متعادل اظن مع الاهلي، وهناك الاهلي كسب. يعني في مباراه كان فوز البنزرتي ضامن الجيم بالزبط تماما بالظبط. واضح جدا ان مدرب الترجي جه المره دي حتى في تصريحاته بعد المباراه خالد بن يحيى اتكلم على النقطه دي تحديدا، ان احنا هم الناس بتقول له انت جاي بتلعب دفاع، قال له ما انا جاي بلعب مع فريق احنا عانينا منه قبل كده، لان هو ما كانش يقدر يفتح خطوطه قوي مع النادي الاهلي.
وبالتالي فانا شايف ان التعادل مع الترجي ليس نهايه، ليس نهايه العالم. اكيد اكيد ده دوري، انت بتلعب دوري مجموعات، بتدور على النقاط، بتدور على النقاط، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعوض التعادل ده امام كامبالا في اوغندا. والاهلي بمجرد ان هو يرجع الى القضبان مره اخرى هيمشي كويس جدا في البطوله، وان شاء الله يعني يصعد الى الدور قبل النهائي، واعتقد انها مش صعبه يعني ان شاء الله. مش صعبه ان شاء الله. لا ان شاء الله مش صعبه. حظوظ بقى سموحه والزمالك في نهائي كاس مصر. والله بص، هو المباراه مباراه كاس، وانا وجهه نظري انه الزمالك مستواه طالع في الفتره دي، بس الزمالك بيعتمد على ايه يا كابتن ميدو؟ على حسم المباراه في الدقائق الاولى، وده غريب على الزمالك، يعني ده غريب على اداء الزمالك مع المدربين السابقين. ده ظهر جدا مع خالد جلال، انه تعليماته واضحه ان اللعيبه تضغط من اول الجيم، تحاول تحقق فوز. يعني احنا شفنا مباراه الاسماعيلي، الزمالك من البدايه والاسماعيلي كمان، بس الاسماعيلي استدرج لطريقه اداء الزمالك. يعني الزمالك ضغط من البدايه، فاكبر الاسماعيلي على انه يعني الاسماعيلي لو 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 بيلعب قاري فرقه الزمالك كان هيلعب متحفظ في البدايه عشان يمتص حماس الزمالك، لكن هو دخل معاه في نفس بيجاريه يعني، فده كان في مصلحه الزمالك. طب ما الانتاج جرى الزمالك وطلع الشوط الاول كسبان 1-0. لكن الزمالك في المرحله الحاليه بيعتمد على الضغط المبكر، لو ضغط بشكل مبكر بيحقق مثلا نتيجه ايجابيه، وبيترك الملعب للفريق الاخر فتره طويله، الوقت بيمر بقى طبعا بيبقى الفريق الاخر مندفع هجوميا لتعويض الفرق ده، فبيبقى في ثغرات بالظبط زي ما شفنا في مباراه الزمالك والاسماعيلي. يعني الاسماعيلي لما بدا يضغط عشان يعوض الهدفين بقى عنده هو ورا مشاكل دفاعيه، عنده كارثه ورا، انا مش عارف، عنده مشاكل واضحه. والاخ ريتشارد بافور ده مش عارف بصراحه الاسماعيلي ده ياخد اوسكار يعني بصراحه، هو حاجه صعبه جدا. يعني ده قصه يعني. فانا بقول ان هي مباراه النهائي كاس مصر مش مضمونه لاي من الفريقين، يعني هتعتمد على ادارتها فنيا. يعني هل كابتن ميمي عبد الرازق هيستدرج زي بيدرو لمحاولات الزمالك الهجوميه من البدايه، ولا هيواجه ده بطريقه مختلفه؟ ما ممكن جدا طريقه الكابتن ميمي عبد الرازق تختلف، ممكن يورينا اداء مختلف لامتصاص حماس الزمالك. الزمالك خلي بالك هيلعب هذه المباراه يا قاتل يا مقتول، لانه هو دي الفرصه الوحيده بالنسبه له عشان افريقيا، لازم ياخد الكاس. ممكن جدا كابتن ميمي عبد الرازق بقى وهو راجل زي ما انت شايف وسموحه دوافعها ولا اروع من كده بالظبط، بطوله طبعا. يعني يحقق بطوله اول بطوله فلابد انه هيلعب بطريقه مختلفه عن طريقه الاسماعيلي. يعني اكيد 100% كابتن ميمي هيقعد بقى اليومين دول يفكر ويحط الخطه ويظبط الدنيا. اكيد يعني، ونتمنى الفوز للفريق الافضل في المباراه يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ربنا اللي عالم بالنوايا. احنا نتمنى الفوز للفريق الافضل، بس ربنا اللي عالم بالنوايا. يعني ربنا اللي عارف. محمد معروف يحكم اللقاء؟ لا، محمد معروف مش هيحكم اللقاء. سمعت اكيد حضرتك الموضوع على ايه؟ محمد عادل؟ لا، محمد معروف. كان معروف مرشح بقوه، او اتقال اسمه بالظبط، او محمد معروف محمد فاروق، في الاخر بقينا لقينا الكابتن محمد عادل. فايه كابتن محمد عادل مش لسه حاكم حاجه قريبه؟ قال ايه؟ ما انا مش عارف ده الكلام ده. استنى بس، كان ايه اخر قال الزمالك والاسماعيلي. طيب، انا بتكلم قبل الماتش. كان محمد معروف مرشح. انا بحسب هو مرشح تاني في النهائي يعني. لا لا لا، هو مرشح في النهائي كمان. لا لا طبعا، بس صرحوا ان محمد معروف رسميا حكم اللقاء. الصبح الكلام ده، بالليل لا، محمد عادل حكم المباراه الزمالك والاسماعيلي. انا كنت قاعد مش عارف، اللي هو قاعد. لا، انا فين، انا مين؟ ما ينفعش برضه الحكام. بص يا كابتن، طب ليه الاول؟ بص، اولا انا بحب احترم الحكام. ما نفسي
نفسي اداء الحكام واداء لجنه الحكام تساعدني انا شخصيا. يعني انا من الناس بقول لك فاكر ايام ما كان الحكام بيتعرضوا لهجوم شديد جدا من زميل على اصابق وغيره وغيره. انا كنت ببقى دايما يعني في صف الحكام لان انا بعذره هو الحكم, بس برضو الحكام ادائهم لازم يساعد. طب انت متابع الحكام؟ متابع الاداء؟ محمد معروف ايه رايك فيه؟ انا بقول لك هو ممكن يبقى فيه اخطاء بس الحكم لابد انه يتجرد تماما. لا انا بتكلم عن محمد معروف, بشوفه شخصيه في الملعب. بشوفه يعني انا كمتابع بشوفه راجل قادر ان هو يدير مباريات كبيره جدا. لكن انا شايف ان هم كان موجود وبعدوه. لو في حاله واحده لو ما خافش, لان الحكام بيخافوا. مش بص طب هم ليه قالوا اسمه استاذ جمال وبعد كده بعده؟ انا بقول لحضرتك الحكم لو خاف ما انا ما اعرفش ليه. يعني هل في اعتراضات عليه؟ هو انا 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 اللي انا اللي سمعته كويس قوي ان المهندس ابراهيم عثمان حتى رفض فكره الاتفاق مع حكام اجانب واعلن ده. وقال حاجه تحترم, حاجه كويسه, ماشي, عايز طاقم حكام مصري, ماشي. لكن الحكام المصريين بقى لازم يساعدوا رؤساء الانديه ويساعدوا الانديه ويساعدوا النقاد ويساعدوا المحللين. ما يبقاش مثلا يجي لي دفاع عن حكم اللي هو الكره اللي بالايد دي. واضحه جدا واضحه مباراه ايه الاسيوطي اسيوطي يعني مش ممكن. ضرب الجزاء واضحه جدا. ما تجيش بقى في مباراه بعدها يا كابتن ميدو تحسب حاجه فيها شك ان ممكن تبقى ضرب الجزاء او لا. وبعدين ما تجيش تقول اصلا انا سمعت بعض التحليلات انها كره غير متوقعه. يعني كل الناس طب ما هو طبيعي انها كره غير متوقعه فهتيجي في ايد اللاعب. اللاعب بتاع الاسيوطي ايده فوق ووراه الحكم, متوقعه وبعيده والحكم كمان وراه, يعني وراه الحكم يعني واضحه جدا. فانا بقول انه بلاش يبقى في اختلافات قوي في تقدير ضربات الجزاء اكيد, لانها بتبقى مؤثره جدا يا كابتن. يعني ممكن تضيع, ما ضيعت فعلا, تخرج فريق من بطوله. يعني اخر سؤال قبل ما نختم, لان وقتنا سألني عن الجو ما اعرفش. لا الارصاد الجو هسالك برضو عن الجو, بس الجو في الاسيوطي. سامي الشيشيني هيتولى مسؤوليه الاسيوطي فنيا. كان بعيد قوي. هيدي نفس الشكل لعلي ماهر؟ لا مش بالضروره. بتدور على مدرب بمميزات او بمصنفات؟ صدق انا بقى اقول لك وجهه نظري انا وقلتها والله وما زلت متمسك بيها. زي ما بيقولوا محمد صلاح يروح ريال مدريد في الوقت ده, لا زي ما بيقولوا علي ماهر, انا كان وجهه نظري انه ناجح في تجربته مع الاسيوطي السنه شويه, محتاج كمان موسى. مفيش اي مشكله, واخد بالك؟ لانه تغيير المدرب برضه في الاسيوطي, مع كل الاحترام طبعا لكابتن سامي وبتمنى له التوفيق مع الاسيوطي, لكن التغيير ده هيستتبعه حاجات جديده. ربنا يجيب لهم الخير. ربنا يجيب لهم الخير. شكرا. نورتني وشرفتني يا استاذ. الله يكرمك. دايما بتشرف بيك. انا دايما سعيد معاكم. ربنا يخليك. دي يعني وقتنا بينتهي معاكم بسرعه زي ما احنا متعودين معاكم. عايز اطمنكم ان الاهلي دايما كبير, الاهلي دايما ما تقلقوش عليه, عندنا دولاب ما شاء الله بنكبره كل سنه. وعندنا نجوم زغللت عينينا اساسا ما شاء الله. تصبحوا على خير.